هتروحي فين يا ديحة؟ هتروحي فين؟ هروح لخضر. بعد كل ده؟ انت ايه؟ بايعه روحك؟ تروحي له برجليكي بعد كل اللي حصل لك؟ سيبيني في حالي ونقطينا بسكاتك. لا مش هسكت. فوقي بقى، حرام عليكي نفسك. خضر ده راجل قليل الاصل، قلت له انك حامل ما وقفش جنبك ورتب مع امه في اللي عملته فيكي، وكانت هتجيب اجلك لولا ستر ربنا وقفت حنه معاكي. نفسي افهم بتعملي بنفسك كده ليه؟ يا ستي ارحميني بقى، سيبيني، انا بحبه. انت لعمرك لا هتفهمي ولا هتحسي اللي بقوله. هو انت فاكرك وانا قاعده مع نفسي مش بحس ان انا رخيصه وماليش قيمه؟ اقعد اقول لنفسي يا بنت فوقي، بس مش عارف بحب. بحس ان النار بتاكل فيا، كان حد حاطط سكينه في قلبي. اول ما عيني تشوفه ولا اسمع صوته بنسى كل حاجه، بحس كاني اتولدت من جديد. انا اسفه يا دي، حقك عليا. يا ديحة أنا بس عايزاكي تحسي بقيمة نفسك شوية. أنتي غالية يا ديحة، غالية قوي والله. عارفة، عارفة أنتي صح. يعني إيه؟ مش هتروحي له؟ المرة دي بس آخر مرة هروح له، عارفة؟ هروح له عشان أقول له كل اللي في قلبي. آخر مرة، مش هروح تاني. انت كمان وحشاني يا بنتي. ها طمنيني على جوزك، عرفتي مساكوه ليه؟ انا قلبي اتفطر لما عرفتي يا حنه. ومين سامعك يا امي؟ ولاد الحرام وزوا عليه، بس ما تخافيش، كلها يومين ان شاء الله ويطلع، ونعمله احلى افتتاح فيك يا اسكندريه للمحل الجديد. ان شاء الله يا حبيبتي كله خير، تعيشوا وتسعدوا وتتهنوا ببعض. بقول لك يا امي، هو مفيش اخبار عن عم فرج؟ اسكتي يا حنه، حالته يا اختي تصعب على الكافر. ديك النهار رحت له البله اللي شغال فيها، قاعد يا اختي كده في دنيا غير الدنيا، والحكيم اللي هناك قال انه اتخبط على نافوخ. يعني قطع النطق خالص؟ شكله قطع كل حاجه، بس مش لدرجه انه يموت. لا، هو قال يعني كلها يومين ثلاثه كده ويقوم يا اختي زي القرد. بقول لك يا ام، ما تيجي تقعدي معايا يومين كده لغايه ما نصر يخرج بالسلامه. تصدقي وتأمني بالله يا حنة، كنت عايزة أقول لك كده بس مكسوفة. معقولة يا أمه؟ هتتكسفي مني؟ ده أنا بنتك. جايالك يا ضنايا، جايالك. سلام يا باشا. طب اسمعني طيب، ما أنا مش عارف أتكلم. إديني فرصة يومين، اليومين الحاجة هتكون عندك. ما عملتش كده قول عوض الدخاخني مالوش فيها. تمام، عيون عيون. سلام. الراجل ده لو ما خدش التمثال في خلال يومين ممكن يفتكرني ببيع له الهوا. حد قال لك تتفق على بيعه وهي مش في ايدك اصلا؟ التمثال ده لو مع نصار وخضر ليه ما ظهرش لغايه دلوقتي؟ ليه ما حاولوش يبيعوه؟ طب لو مع عيسى ليه ما سلموش للخواجه؟ ومين قال لك؟ هو لو سلمه هيمشي في الشارع ويقول انا سلمته؟ من مصلحته ان كل حاجه تمشي على الهادي من غير شوشره. وشرف اللي خلفوني ما هسيبك انا اصلا انت وخضر، غير لما اخد حقي منك وفي اللي عملته فيا تالت ومتالت. الحق مش عليهم يا حبيبي، الحق على اللي وثق فيهم. حد يأمن الاتنين حراميه وكمان اخوات؟ دول يطبقوا العفريت ويحطوه في جيبهم. انت عبيط يا ابني. هندية، قلت لك 100 مرة ما تشتميش قدام الناس. ماشي، ما بقاش عقد الدخاخني يا هندية. ايه ما ندمتهم على اللي بيعملوا فيا ده؟ الشهادة لله يا باشا، نصار ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. ما كانش معانا أصلا. الراجل كان في فرحه يعني. والله ما يعرف أي حاجة عن الموضوع ده خالص. التحريات بتقول إنك كنت بتتجوز، يعني ما سبتش الفرح ورحت معاهم؟ أنا باشا معليك بالعقل كده يعني،
في واحد هيسيب فرحه ويروح حته تانية، ما هو ربك سبحانه وتعالى عرفه بالعقل برضه يعني. السوابق وتعملها. لا من الحمد لله تبت. وانت يا ابني نصار كان معاكم؟ لا يا باشا ما كانش معانا. امال قلت ليه في المحضر انه كان معاكم؟ ما حصلش يا باشا، انا بس انا حضره الضابط بيحقق معايا يعني اسم نصار جه كده في السكه. بعدين ايه اللي في وشك ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ده انا خبطت في باب الحجز يا باشا، اصل الدنيا ضلمه جوه. يخلى سبيل نصار جمعه افتتاحه من سرايا النيابه بضمان محل اقامتي ويجدد حبس كل من عادل يوسف وشهرته ابو جازيه يا باشا، ابو جازيه ومحمد محسن وشهرته دبه. حبايب قلبي انت لسه بتفكري في الكلام الاهبل اللي الناس دي بتقوله؟ دي مرة ده عشان نتكلم. لا لا انا مش فاضي الكلام الاهبل ده خالص، انا ورايا شغل. انا هعمل التحليل. تحليل ايه؟ انا قلت لك الناس دي نصابين وانا هعرف اتصرف معاهم بطريقتي. طب ممكن تسمع مني؟ احنا هنخسر ايه لو عملنا التحاليل؟ بالعكس احنا كده هنعيش مطمنين. احنا كنا عايشين مطمنين وزي الفل لحد ما الناس دي ظهرت في حياتنا. يسرى انا مش عايز كلام خالص في الموضوع ده تاني، وخلي بالك من ابنك. سلام. عندك هنا يا اسطى حبيبي، حبيبي بالغالي بالغالي. الحمد لله على السلامه. سلام يا محمد، ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامه نصار. حبيبي عم العين نورت ابو فارس. نصار يا ابني. ايوه عم عباس. الراجل على الان على الايجار مش لسه دافعينه الاسبوع اللي فات؟ ما الاسبوع اللي فات خلص يا ابني. عند عم عباس حاضر. اما نشوف يا اخويا. القلب الحنين وصل. طب وربنا يعمل النهارده اوفر على حشيش على حس خروجه. باي سانتي جيت سانتي فري. انت كده عايز تحبسني مليون سنه فري انا احلى. طب بالله عليك لا تيجي بالليل عشان نحتفل. جاي لك. وانا فارس حبيب ابوك. وحشتنا فارس. انت بتقول ايه؟ التمثال بتاعي معاك بحق. والنعمه زي ما بقول لك كده، وساعه زمن ويبقى في ايدك. الله اكبر عليك يا وش الساعد. هي دي الاخبار اللي تفرح. بقالي ياما ما سمعتش اخبار حلوه. يبقى انا كان معايا حق. نصار اللي كان لطشه. التمثال فين؟ عيناه في البيت. بيت؟ وبيعمل ايه في البيت؟ يلا نجيبه. افهم الاول، انت ناوي على ايه مع نصار؟ ناوي على ايه؟ هنفخه. هو ده اللي انا عايزاه. رديت روحي يا روحي. يلا. مش انا كنت بحبك قد البحر؟ الوقت بحبك قد المحيط. انا عايزك تتمني اي حاجه في خيالك، انا في ذلك وقتي. غمضي اما نشوف. يلا بينا. يلا بينا.